من أسئلة الكتاب Chapter 10 Problem 15 The gauge pressure in each of the four tires of an automobile is 240 كيلو باسكال. If each tire has a footprint of 190 سنتيمتر سكوير اللي هي الاريا touching the ground estimate the mass of the car طبعا in kilograms. السيارة هرسم شبه سيارة ليها فور تايرز اتنين ظاهرين قدامنا واتنين خلفيين وهي ماشية على الأرض بتلامس الأرض في أريا الأريا دي أو هنا بتساوي 190 سنتيمتر سكوير وفي بريشر داخل التاير البريشر قيمته 240 كيلو باسكال الويت للسيارة هو اللي بتشيله الفور تايرز يبقى الويت اللي ممكن يتحمله أو تتحمله الفور تايرز عبارة عن فور في البريشر في الاريا يعني 4 240 كيلو باسكال ضربتها في 10 to the power 3 الاريا 190 سنتيمتر سكوير نضربها في 10 مرفوع الباور نيجاتيف 4 لان سنتيمتر في سنتيمتر equals 4 times 240 مرفوع times 10 to the power 3 190 times 10 to the power negative 4 اداني 18,240 نيوتنز equals نقسم على 9.8 يديني الناتج بالكيلوغرام اللي هو الماكسيمم ماس للسيارة تقسيم 9.8 ادانا 1,800 61 كيلوغرام يبقى طبقا للبريشر اللي موجود في الفور تايرز الفور تايرز يقدروا يتحملوا ماس لغايه 1861 استيعاب اللي فيها